توهتك انا صح؟ اه توهتني الصراحه. عايزك بقى تختار لي جزء واحد من كل موبايل، يعني شاشه بمعنى واحده، بروسيسور واحد بتاع موبايل كذا، تقولي مثلا ايه انا عايز البروسيسور اللي في الاي 52 اس مثلا، تمام فاهمني خلاص كده؟ جمع طيب. بقى انطلق. بص، تصميم الرينو 6 5G مع مقاومه ميه سامسونج اي 52، شاشه ال A52 اس، البصمه بصمه البوكو اف 3، صوت البوكو اف 3 الاستيريو، بطاريه الشاومي 11 تي مع الشاحن بتاعه، كاميرا ال A52 اس، بروسيسور البوكو اف 3 اللي سناب دراجون 870، والسوفت وير سامسونج ال One UI 4. معلش بقى سؤال مهم قوي، لو هتسعر الامكانيات دي هتحط لها كام بقى؟ والله الميكس ده لازم هينزل بسعر غالي، ولكن يعني حاجه زي اللي انا قلتها لك، التجميع اللي انا قلتها لك دي، لو نزلت مثلا في رينج 8000 جنيه هيبقى موبايل حرفيا ما فيهوش غلط. تفتكر في شركه ممكن تعمل الحوار اللي انت اتكلمت فيه ده كله؟ والله على حد علمي ما اعتقدش ان في شركه ممكن تصنع موبايل فيه كل السبيكس دي مع بعض، لانه هيوقف في حال باقي الموبايلات سواء بتاعت الشركه دي او الشركات التانيه، اللي ساعات الشركات التانيه اصلا بتبقى اونر في شركه تانيه، قصه كده زي مجموعه بي بي كي، فهي كلها شركه واحده من الاخر، ما ينفعش يقطعوا على بعض، بيسيبوا حاجه لكل واحد. فطبعا صعب شركه تيجي تجمع كل السبيكس دي تحطها لك في موبايل واحد، عشان السعر رقم واحد، ولو نزلوه بسعر منافس فهيقطع على بقيه موبايلات الشركه دي والشركات التانيه.